أم أننا لن نساوم أبدا في صحرائنا. عليهم أن يعلموا أننا لن نتنازل بقيد الأنملة، لأنه غتكون أكبر خيانة أن نحن نتفاوضوا أو نتساوموا مع الناس أو يمكننا نقلبوا على حلول اللي غير مشروعة، وولادنا وديالنا تيموتوا في واحد الوقت اللي ما عارفين شي بأنهم تيموتوا على والو. خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على التحديات، ماشي احنا اللي تنقلبوا عليها بالحق. لا، إلا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. إن المغرب على صحرائه، ومغربية صحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة المينيوسو في نطاق اختصاصاتها المحددة. وستظل المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما كلفنا ذلك من تضحيات.